السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. وزارة الداخلية السعودية تحدد رسوم المقابل المالي للمرافقين في المملكة العربية السعودية. إليكم التفاصيل. قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتحديد رسوم المقابل المالي للمرافقين، حيث أن أي شخص غير سعودي الجنسية يقيم في المملكة سواء كان مقيم أو مرافق أي تابع، تفرض الداخلية والجوازات السعودية عليه مقابل مالي، والذي لابد أن يتم دفعه. وفي حالة عدم الدفع يتعرض الفرد إلى الغرامات المالية والمساءلة القانونية والعقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو الترحيل من البلاد. ولقد أوضحت الحكومة في المملكة العربية السعودية أن فرض المقابل المالي يكون من أجل تحقيق التوازن المالي في السعودية، ويأتي كل ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تطوير والنهوض بالدولة تحقيق رؤية 2030. رسوم المقابل المالي للمرافقين. أوضحت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات العديد من التفاصيل الهامة جدا بشأن إقامة المرافقين في المملكة العربية السعودية، ومن أهم تلك التفاصيل هو الإعلان عن رسوم المقابل المالي للمرافقين في السعودية. وعليه فإننا من خلال قناة أخبار خفيفة سوف نوضح لكم متابعينا الكرام مقدار المقابل المالي للمرافقين في المملكة العربية السعودية. موضح إليكم كالتالي: تبلغ رسوم المقابل المالي للمرافقين الأكبر من 18 عام مبلغ 400 ريال سعودي فقط لا غير من عن الفرد الواحد. طريقة حساب رسوم المرافقين: إذا كان لديك أكثر من مرافق وتختلف أعمارهم فقد تحتاج إلى حساب المقابل المالي للمرافقين، وقد أتاحت الجوازات والداخلية ذلك من خلال منصة أبشر. وفيما يلي توضيح إلى كيف تحسب المقابل المالي للمرافقين موضح إليكم كالتالي: ادخل على منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، سجل الدخول بحسابك المفعل على أبشر أفراد، انقر على الخدمات، اختر الجوازات، انقر على الاستعلامات الإلكترونية، اضغط على استعلام عن رسوم المرافقين، ادخل البيانات المطلوبة منك، انقر على استعلام. سوف يظهر لك كافة المعلومات التي تستعلم عنها. كيفية سداد رسوم المرافقين: إننا من خلال موقعنا من خلال قناة أخبار خفيفة سوف نوضح لكم متابعينا الكرام خطوات سداد رسوم المرافقين في السعودية، موضح لكم كالتالي: ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك التي تكون تابعة إليه، ولابد أن يكون البنك معتمد من قبل هيئة الجوازات. قم باختيار المدفوعات الحكومية، اختر خدمات المقيمين، انقر على رسوم الإقامة السعودية، اكتب رقم الإقامة الخاصة بالمقيم، حدد المرافقين إليك، اكتب رقم إقامة كل مرافق ترغب في السداد له، سوف يظهر إليك القيمة التي يجب سدادها، انقر على تقسيط المدفوعات، اختر طريقة السداد ووقت السداد وقيمة السداد. متابعينا لو أعجبكم الفيديو رجاء اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.